أهلا وسهلا بكم بحلقة جديدة من برنامج رادار. تتابعون التكتيكات العسكرية وتحركات ومواجهات الجيوش والفصائل العسكرية وعمليات ومواجهات الحشد الشعبي والدولة الإسلامية من جهة والجيش الحر وقوات النظام من جهة أخرى، كافة الشؤون العسكرية المتعلقة بالأرض السورية مع هشام خريسات. ملفنا لهذا اليوم: سوريا، ملفات محلية أم أجندات خارجية؟ أعزائي مستمعي راديو أورينت، أحييكم على موجات بثنا اليومي وأرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم رادار. أزمة سوريا تزداد يوما بعد يوم تعقيد، تستحكم فصولها وتتجدر مع تقادم الأيام. ففي الوقت الذي بدأت به البحرية الروسية العربدة في ساحل سوريا، كان ثمة تغيير في قواعد اللعبة في دمشق، أو لنقل أن ضغطا آخر يمكن أن يمارسه ثوار الغوطة، أن دمشق ليست بعيدة عن التحرير، وأن خطوط أمداد الروس هي كلمة السر في السقوط المريع لقيصر روسيا أو زعيم مافيا الطاقة الروسية. ولعل سوريا التي ينظر إليها أنها محور الصراع على خطوط نقل الغاز الروسي القطري، باتت الآن باعتراف تقارير جيولوجية أنها إحدى أهم أماكن تموضع الغاز، وأن الساحل الممتد من تركيا حتى مصر سيكون ساحل أمراء الغاز بامتياز إن صحت التسمية. فما حقيقة ما يجري؟ وهل تتحرك الملفات محليا أم أنها تسير وفق أجندات خارجية؟ في حلقة اليوم نناقش ذلك في محورين. المحور الأول: لماذا تصمت الجبهة الجنوبية وهي التي كانت تنتظر مثل هذه الفرصة؟ هل جاء التدخل الروسي لصنع الدويلة العلوية أم حفاظا على خط إمداد الغاز الروسي؟ المحور الثاني: أم أن روسيا قرأت الخارطة جيدا وتعلمت الدرس بالشكل الصحيح، فسقوط الاتحاد السوفيتي كان بسبب غياب موارد الطاقة العالمية عن سيطرته؟ أليست القضية هنا حياة أو موت لروسيا التي نهضت اقتصاديا من خلال ارتفاع أسعار النفط والغاز؟ هذه المحاور وما ينتج عنها من الأسئلة وغيرها أستعرضها مع ضيوفي لهذه الحلقة، كل من الأستاذ الدكتور عارف عبيد، دكتور في العلوم السياسية والتاريخ، الدكتور بسام جعارة، معارض سوري من لندن، والدكتور أحمد الهواس من ألمانيا، والعقيد الركن هيثم إدريس من غازي عنتاب. ولكن بعد أن نلقي الضوء على مستجدات هذا الملف من خلال هذا التقرير بصوت الإعلامية رانيا حمور: روسيا قرأت الخارطة جيدا وتعلمت الدرس بالشكل الصحيح، فسقوط الاتحاد السوفيتي كان بسبب غياب موارد الطاقة العالمية عن سيطرته لتضخ إلى البنى الصناعية الهائلة المال والطاقة، وبالتالي البقاء دون حل الاتحاد السوفيتي السابق. ولذلك تعلمت أن لغة الطاقة الآتية إلى القرن 21 على الأقل هي لغة الغاز وليس النفط، وهذا يتطلب منها التواجد القريب عسكريا من الغاز حيث يكون. إن معرفة السر الكامن في الغاز السوري سيفهم الجميع حجم اللعبة الروسية للسيطرة عليه، لأن من يملك سوريا يملك الشرق الأوسط وبوابة آسيا ومفتاح بتروسيا حسب كاترين الثانية، وأول طريق الحرير حسب الصين، والأهم من يملك الدخول عبرها إلى الغاز يملك العالم، خصوصا أن القرن المقبل هو قرن الاعتماد على الغاز بديل للنفط. دهشت روسيا من حجم الغاز الذي يرقد في سواحل سوريا على البحر الأبيض المتوسط، والذي خرجت به شركة نرويجية متخصصة بالبحث عن الغاز، وهو على النحو التالي: الوثائق المسربة عن الشركة النرويجية التي قامت بإجراء مسح للساحل السوري، وهي شركة أنسس، حيث أجرت مسحاً جيودازياً للساحل السوري الممتد من الحدود اللبنانية شمالاً حتى الحدود التركية بما فيها الأعماق البحرية المختلفة. ووفقاً للنتائج التي توصلت إليها شركة مختصة أيضاً نرويجية بتحليل المعلومات والمعطيات التي تمت أخذها من الشركة الأولى، أكدت أن هناك 14 حقلاً نفطياً في سوريا تم اكتشافها خلال عمليات المسح الذي قامت به شركة أنسس على مساحة تصل إلى 5000 كيلومتر مربع. ووفقاً للخرائط التي تعود للشركة المختصة بالتنقيب، فإن أكبر 4 حقول نفط هي متركزة قبالة الساحل السوري وصولاً حتى مدينة بانياس وضمن المياه الإقليمية السورية، ويتوقع أن تعادل الكميات المكتشفة إنتاج الكويت من النفط،
أي ما يعادل إنتاج يومي يصل إلى 1,600,000 برميل يومياً. هذا فقط من الحقول الأربعة المحددة على الخارطة من أصل 14 حقلاً. النفط والغاز المكتشف في لبنان لا يوازي أكثر من 7% من حجمه الموجود في سوريا، وأيضاً المكتشف بإسرائيل لا يوازي سوى 10% مما هو مكتشف لدى سوريا. النفط الإسرائيلي في البحر الأبيض المتوسط حقل تامر يحوي نحو 240 مليار متر مكعب من الغاز، وحقل ليفاتان يحوي ما لا يقل عن 453 مليار متر مكعب، وتحوي حقول غاز أخرى اكتشفت مؤخراً كميات تبلغ نحو 40 مليار متر مكعب من الغاز. أيضاً في آب عام 2011 أعلن وزير النفط السوري عن اكتشاف حقول من الغاز في قارة المحاذية لمدينة حمص التي دمرت تماماً، بإمكانها أن تنتج ما يصل إلى 146 مليون متر مكعب في السنة. الدول الأوروبية ستتحول إلى الغاز كلياً في عام 2020، لأن الغاز هو الحل الوحيد لتلبية شروط تخفيض انبعاث ثاني أكسيد الكربون الإجبارية الصادرة عن قرارات الدول الأوروبية، أي أن استخدام الغاز يساهم في تخفيض نسبة انبعاث ثاني أكسيد الكربون بنسبة 60% مقارنة باستخدام الفحم. نرحب باسمكم بضيوفي على المحور الأول، الدكتور عارف عبيد والدكتور بسام جعارة والدكتور أحمد الهواس والعقيد الركن هيثم إدريس. فقط نود أن نشير لماذا بأرقام بأقل من دقيقة، لماذا تتمسك روسيا عسكريا أو باحتلال سوريا عسكريا؟ لماذا الغاز في سوريا الآن الكمية المؤكدة بأربع آبار من أصل 14 هي 7,330 مليار متر مكعب غاز، إسرائيل فقط هي 733 مليار متر مكعب، نتكلم فقط على البحر الأبيض المتوسط، ولبنان 501 مليار متر مكعب. الحرب المقبلة هي حرب غاز ومياه باستمرار. نبدأ بالسؤال الأول من الأستاذ الدكتور بسام جعارة، أهلا وسهلا بك دكتور. دكتور، من أعطى للروس الضوء الأخضر في التدخل، وهل تعتقد أن ثمة صفقة عربية روسية تمت من خلف ظهر الشعب الروسي؟ يعني اسمح لي أرجع للوراء، وقبل ذلك أحييك وأحيي ضيوف الكرام والأخوة المستمعين. أهلا وسهلا. اللي بدي أقوله تماما، بعد سقوط الاتحاد السوفيتي والسبب الرئيس كان هو حرب النجوم الذي جرى إليها ريغان الاتحاد السوفيتي، وأدت إلى إنفاق مئات المليارات على مشروعات وهمية لا تستطيع روسيا أن تجاري بها الغرب أو أمريكا زعيمة الغرب. هذه الحرب أدت إلى استنزاف موارد الاتحاد السوفيتي، وإذا أضفنا إلى ذلك حرب أفغانستان فإن ذلك أدى بالمحصلة إلى هذا الانهيار. ولكن الانهيار له أسبابه الداخلية أيضا. روسيا كانت إمبراطورية تحكمها المخابرات الروسية، كانت مملكة نفطية كبيرة وليست دولة صناعية كبرى، بغض النظر عن تصنيع الأسلحة الروسية وهو مورد هام للخزينة الروسية. الذي جرى بعد سقوط الاتحاد السوفيتي. ألو دكتور، أنا معك ننصت إحنا. الذي جرى بعد سقوط الاتحاد السوفيتي أن الكنيسة الأرثوذكسية تحديدا أرادت أن تولد من جديد الإمبراطورية القيصرية، ورعت في بوتين رجل المخابرات الذي ارتكب عشرات المجازر، هو الرجل المناسب لقيادة هذه المرحلة. ولكنني أؤكد بأن الكنيسة الأرثوذكسية هي من يقود هذا المشروع الإمبراطوري. إذا جئنا إلى سوريا سنرى أن سوريا هي الموقع الوحيد لهذه الإمبراطورية بعد إلغاء القاعدة العسكرية الروسية في قبرص، وبالتالي فإن روسيا مستعدة بدفع الغالي والرخيص من أجل أن تبقي جنودها على الأرض السورية بغض النظر عن وجود النفط أو الغاز. هذا الأمر طبعا، أمر الغاز هو أمر مهم جدا، وتعريف النفط هو أنه ثروة ناضبة، بمعنى آخر اليوم العالم ازداد استهلاكه من النفط والغاز. طبعا هو من الطبيعي أن يكون الصراع على هذه المادة الحيوية في ظل وجود مادة محدودة، يعني كمية محدودة، إما أن يأخذها الغرب أو أن تأخذها الصين وروسيا بإنتاجها الصناعي والعسكري والحربي. نعم. لذلك كله أقول كان هناك حرص روسي على
توسيع هذه الإمبراطورية بعد الانتكاسة الكبيرة التي حدثت بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، وهذا الطرح لاقى قبولا شعبيا. وأكد هذا الأمر الروس كانوا يتطلعون إلى إعادة أمجادهم، ولذلك وقفوا مع بوتين. ولكن أؤكد لك بأن هذا الأمر سينتهي عندما يرون أن قتلهم سيصلون إلى روسيا. هم الآن يعانون من الحرب الأوكرانية رغم حصول روسيا على القرم، ولكن هذا الأمر لن يطول. بمعنى آخر، روسيا لا تستطيع بإمكاناتها أن تمول حربا جديدة وأن ترسل آلاف المرتزقة إلى سوريا. هي الآن تريد أحد أمرين: إما المحافظة على سوريا المفيدة التي تحدث بوتين أنها ستتسع ل 8 ملايين سوري، وتحديدا من أبناء الأقليات، وتضم دمشق، حمص، حماة، طرطوس، اللاذقية. وإذا فشل هذا المشروع فإن الدولة ستكون من الجبال الساحلية إلى البحر وتضم طرطوس واللاذقية. وأعتقد أن الروس يعتقدون جيدا الآن أن هناك استحالة في المحافظة على دمشق وحمص وحماة، خاصة بعد الانتصارات الأخيرة والمتسارعة التي جرت على الجبهة الجنوبية وفي إدلب وأخيرا في دمشق من خلال فك الحصار الجزئي عن الغوطة وقطع طريق حمص دمشق، وهو أمر مؤلم. تقارير المخابرات الروسية كانت تقول أن بشار سينهار خلال أسابيع. أؤكد لك هذا الكلام، وازداد الأمر خطورة بعد ظهور تقارير تتحدث عن هروب الآلاف يوميا من الحاضنة الشعبية لبشار. إذا كان هو يشكي من قلة العدد، فإن هروب الحاضنة من خلال معبر كسب تركيا، وهنا أريد أن أتوقف قليلا عند هذه المسألة، هناك من لام تركيا على أبقاء هذا المعبر مفتوحا، وأؤكد أنه كان أمرا جيدا لكي يتمكن الشبيحة من الهروب، وهو بالمحصلة يشكل خيرا للشعب السوري وللثورة السورية أن يفر هؤلاء الذين باتوا يعرفون أن مصيرهم سيكون هو القتل عاجلا أم آجلا. هذه هي المقدمة الأساسية لموضوع حضرتكم اليوم. نعم. نستطيع أن نتابع. نعم، ابقى معي دكتور، ننتقل إلى دكتور أحمد الهواس. دكتور أحمد، حرص روسيا على بقاء النظام والعداء المفرط للسنة الظاهر، لماذا؟ أهلا وسهلا بك دكتور هشام وبضيوفك الكرام وبمستمعي راديو أورينت. حقيقة كما يعني ألمح إلى ذلك أستاذ بسام، بأن روسيا تحاول أن تعود إلى المنطقة ولكن بطرق ربما مختلفة، ولكن هذه العودة لا تتم إلا من خلال التنسيق العالي مع أمريكا. فعلى سبيل المثال، البارحة كان هناك اتصال بين مسؤولين عسكريين روس ومسؤولين عسكريين أمريكان للتنسيق في هذا المجال. وهناك يعني تقارير تمخضت عن هذه الاتصالات بأن هناك ربما مرحلة أخرى ستبدو ملامحها قريبا بتشكيل جيش يعني يقوم من نحو 70,000 مقاتل، ربما يطلق عليه الجيش الهاشمي برعاية الأردن، للتركيز على المنطقة الشرقية تحديدا. المنطقة الشرقية المقصود بها هنا دير الزور، أي منابع النفط والغاز التقليدية في سوريا. جنود هذا دكتور، جنود هذا الجيش من أصل سوري؟ نعم، هكذا تقول التقارير. يعني هناك محاولة يعني ليس صناعة صحوات، وإنما ربما تتدخل أيدي عربية لصناعة جيش بين قوسين سوري لحماية تلك المنطقة. يعني الملاحظ بأن روسيا الآن هي تشعر بأنها في نهاياتها. لماذا؟ لأن بعد انهيار الاتحاد السوفيتي عام 91 سادت المافيا الحالة الروسية والحالة السوفيتية السابقة، فكان لابد من عودة روسيا الاتحادية إلى الواجهة من جديد. فكان وصول بوتين في عام 2000 رجل المخابرات الروسية إلى السلطة، الذي اعتمد على الثلاثية وهي الطاقة والسلاح، إعادة تصدير السلاح إلى أصدقاء الاتحاد السوفيتي سابقا، والمافيا وغسيل الأموال المقصود بها الثالثة. هنا ارتفاع أسعار النفط هو الذي أهل روسيا المنهكة أصلا لأن تتبوأ مكانا اقتصاديا ينظر إليه بأنها ربما هي مرحلة ناهضة. يعني لو عدت إلى ستاكليتز
الذي تحدث باختصار عن الاقتصادات يقول بأن روسيا التي سمعت نصائح الصندوق النقدي الدولي انهار فيها الروبل ووصلت إلى مرحلة أقرب ما تكون إلى الإفلاس. لكن زيادة النفط، أي أن برميل النفط في روسيا يكلف ما بين 70 إلى 78 دولارا، وبالتالي وصول أسعار النفط إلى 100 دولار يؤمن لروسيا دخلا عاليا، لأنها تنتج ملايين البراميل يوميا، يعني تقدر من 7 إلى 9 برميل يوميا من النفط، ولديها الغاز الذي يمر عبر الشعب الأوكرانية، ولذلك هي دائما يعني تحاول أن تتحكم بالقرار الأوروبي من خلال شعبة الغاز الروسية المارة عبر أوكرانيا. وما تراه من صمت أوروبي لما حصل في أوكرانيا ومن ثم حيازة روسيا على القرم هي نتيجة طبيعية، لأن أوروبا تعتمد في مجملها على الغاز، وربما ستنتهي فيما بعد كما تفضلتم في عام 2020 للاعتماد الكلي على الغاز. وأوروبا تتغذى من شعبتين مهمتين، شعبة أوكرانيا وشعبة الجزائر. الآن المنطقة المرشحة لأن تكون بديلا، وهذا ظهر قبل الثورة السورية، بأنها تكون المنطقة الممتدة من تركيا حتى مصر، حيث منابع الغاز الأكبر في العالم. سوريا ليست بعيدة عن هذه المنابع، وهي مشتركة مع عدة آبار بين يعني تركيا ولبنان وأيضا فلسطين. فبالتالي روسيا تدرك بأن أي حكومة وطنية يمكن أن تلتحم شعبتي الغاز السورية مع القطرية، فتشكل خنقا للغاز الروسي. مع انخفاض أسعار النفط الذي شهدناه خلال الأشهر الماضية، تأثر الاقتصاد الروسي كثيرا، ولذلك هي لا تحاول فقط الحفاظ على قاعدة عسكرية في طرطوس، وإنما تحاول أن تكون موجودة في المناطق التي تشكل خنقا اقتصاديا لها، أي بمعنى أن روسيا لا تتجه فقط حبا بالنظام النصيري، ولكنها أكثر قدرة على التعامل مع الأقليات في المنطقة، ولا سيما أن هنالك تناغم قديم بين الأرثوذكس والشيعة، وهذا لا ينكره عاقل. صحيح بأن الأرثوذكس يختلفون عن الكاثوليك حين أعلن أوردان الثاني الحرب المقدسة أو الحرب الصليبية لاستعادة قبر المسيح من أيدي الكفار كما وصفه، ورفضه الأرثوذكس لأنهم لا يؤمنون بهذه النظرية، ولذلك وقعت المجازر الشهيرة في أوروبا التي تدين بالأرثوذكسية. وحين انتقلت يعني مرحلة أخرى في المسيحية، وهي ليس عودة المسيح عودة النصارى إلى القدس تحديدا، ولكن إعادة اليهود من خلال مارتن لوثر الذي ظهر بالاحتجاج أو البروتستانت، الذي أكد على أنهم يهود في عقيدتهم، أي أن كل الرسل جاءوا إلى بني إسرائيل، ويصف الذين يمشون وراءهم بالكلاب، يعني لاحظ إلى درجة الأمانة التي يدين بها لليهود. وهنا أصبحت العقيدة البروتستانتية تؤمن بإعادة اليهود. الأرثوذكس بعد سقوط آية صوفيا بيد المسلمين، تحولت العاصمة الطبيعية للأرثوذكسية إلى موسكو، وموسكو هنا بدت بأنها هي التي تقود العالم المسيحي الأرثوذكسي، ولكنها تعاملت بشكل دقيق مع الأقليات، وكانت متداخلة في كل الشؤون. وحرب القرم التي حدثت في خمسينيات القرن التاسع عشر كانت لأن روسيا تريد أن تأخذ ميزات للأرثوذكس على غرار ما حدث للفرنسيين مع الكاثوليك والبريطانيين مع اليهود والدروز. نعم، ابقى معي دكتور، ننتقل إلى العقيد الركن هيثم إدريس. سيادة العقيد، هنالك يعني من المصادر الغربية الاستخبارية تقول بأن زهران علوش له خطوط حمراء يجب ألا يتجاوزها في معركته في الغوطة، وأن هنالك من يقول بأن الواجبات المحددة لزهران علوش أن يمنع داعش أو جبهة النصرة من التقرب باتجاه دمشق، أما أن تكون ميليشيات الحشد الشيعي الشعبي تعيث في دمشق فسادا فلا مانع. والنقطة الثانية، ما هو تعليقك على صمت الجبهة الجنوبية؟ يعني هنالك بعض قادة الجبهة الجنوبية الآن يؤدون فريضة الحج في هذه المعركة المشتعلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لك أخي هشام ولضيوفك الكرام، وكل التحية والمحبة للأخوة المستمعين. أما بالنسبة لعمليات جيش الإسلام، فلاحظنا نحن جميعا وكل المتابعين أن هذه العملية التي بدأت في دمشق بدأت تقريبا مع بدء إنزال القوات الروسية على سواحل سوريا في اللاذقية.
هذا الموضوع له دلالات كثيرة أو احتمالات كثيرة، إما أن الأخوة في جيش الإسلام تلقوا تعليمات ممن يقوم على دعمهم وتمويلهم بأن يجب أن يكون هناك عملية كبيرة في دمشق وفي ريف دمشق، أولا من أجل فك الحصار جزئيا عن الغوطة الشرقية، وثانيا من أجل تطويق النظام في مدينة دمشق إلى حد ما، هذا التطويق هذا الطوق، وثالثا من أجل إظهار العين الحمراء للنظام السوري، نظام المجرم بشار الأسد القوى الدولية التي تدعمه. هذه كلها حتى الآن هي احتمالات، ولكن من خلال قراءتنا للأحداث ومسيرة التشكيلات الثورية على مدار 5 سنوات في سوريا، نلاحظ جميعا ونستقرئ أن كافة العمليات التي جرت منذ بداية عام 2012 تقريبا، وذلك تماما منذ بدء ظهور التمويل لتشكيلات محددة بعينها ولأشخاص محددين بعينهم، سواء كان هذا التمويل من قبل مؤسسات رسمية أو دول أو من قبل شخصيات اعتبارية. بدأت عمليات ردود الفعل، ومن ذاك الوقت وحتى الآن التشكيلات الثورية وحتى الجهادية الإسلامية في سوريا لا تعمل إلا بردات الفعل. يعني حتى الآن لم يتخذ أي تشكيل فعل أولي أو فعل هو بدأه من قراره الذاتي الذي يصب في مصلحة الثورة أو يصب في مصلحة الشعب السوري. لاحظنا جميعا، يجب أن نكون واقعيين ونقول الحقيقة كما هي تماما. نعم جيش الفتح عندما حرر إدلب بدأ بتحرير مدينة إدلب وانطلق إلى الريف إدلب الجنوبي والغربي، وتوقف عدة وقفات، ومن ثم تابع التحرير حتى وصل إلى بعض القرى في سهل الغاب الغربي وهي قرى نصيرية كاملة، ووقف على أبواب جبورين. هذه النقطة الاستراتيجية والتي طالما تحدثنا عنها وقلنا أن جيش الفتح يجب ألا يقف عند هذه النقطة، وقف جيش الفتح عندها. الآن ترافقت عملية دمشق وقبل جيش لماذا الإسلام. وقف عندها جيش الفتح؟ كما قلنا هناك أجندات دولية وهناك نعم. ضغوط دولية من قبل الممولين ومن قبل أصحاب اللعب السياسية والاقتصادية الدولية أكمل التي أكمل سيادة تمول العقيد. هذه التشكيلات من أجل التوقف عند حد ما في مكان ما لاتخاذ قرار سياسي ما أو لتمرير صفقة سياسية ذات مصلحة دولية لا علاقة لها بمصالح السوريين أبدا. أكمل الآن جيش الإسلام، وأنا قلتها على تلفزيون أورينت منذ بداية معركة دمشق، قلت أتمنى وأرجو من الأخوة في جيش الإسلام أن لا تكون عمليتهم هذه هي ردة فعل أو هي فركة إذن للنظام السوري بناء على مصالح دولية. نرجو أن تستمر هذه المعركة، ونرجو أن تتواصل تشكيلات جيش الإسلام وتشكيلات فيلق الرحمن العاملة في هذه المعركة مع التشكيلات الثورية العاملة في القلمون الغربي لتصل إلى يبرود ومن ثم إلى الزبداني، وبالتالي يكون قد تم ضرب نطاق خانق على النظام السوري في بشار الأسد، وهذا وحده كفيل بإسقاط بشار الأسد. الآن الجبهة الجنوبية متوقفة منذ شهرين تقريبا أو 3 أشهر، متوقفة الجبهة الجنوبية، وكما تحدثت حضرتك أن بعض قادتها هم الآن لا أداء حول ولا فريضة قوة الحج. إلا بالله يحققون عباداتهم من خلال الحج إلى بيت الله الحرام، هذا الشعائر التي نحترمها ونكون لها كل المحبة والاحترام، كلنا مسلمون والحمد لله. ولكن هناك برأيي أنا شخصيا هناك ما هو أهم من الحج وأهم من الأضحية حاليا، هناك أعراض تنتهك وهناك أراضي تسلب وهناك أطفال تيتم وتقتل وهناك معتقلات في سجون، هذا المجرم لا يعلم بها إلا الله. فأظن أن الله يغفر لنا إن لم نذهب كقادة ثوريين أو كمقاتلين إلى الحج في هذه السنة أو في خلال السنوات القادمة حتى تنتصر ثورتنا. إذن أؤكد أن من كلامي أن كافة تشكيلات الثورة السورية وخاصة العاملة حاليا منذ سنتين وحتى الآن لا تعمل إلا بردود فعل أو بأوامر من الخارج تأتيها من أجل تحقيق مصالح دولية سياسية قد تكون إلى حد ما أحيانا توافق مصلحة الثورة السورية، ولكن وللأسف في النهايات الأهداف البعيدة هي ليست في مصلحة الشعب السوري وليست في مصلحة الثورة السورية. نعم
ابقى معي سيادة العقيد. ننتقل إلى دكتور عارف. دكتور عارف، من البعد الاستراتيجي لصمت الجبهة الجنوبية وهي التي كانت تنتظر مثل هذه الفرصة. السلام عليكم، شكرا دكتور هشام لهذه الدعوة الكريمة، وشكرا للسادة المستمعين. بالنسبة للجبهة الجنوبية لها محافظة درعا بشكل عام تتميز بكل ما يعني تتميز به المحافظات السورية، ولكن هناك ميزة مختلفة جدا تعطيها نقطة استراتيجية وهي قربها من النظام، فسقوط هذا النظام سينطلق من الجبهة الجنوبية، ولهذا السبب هناك توقف من قبل الدول المانحة. الكل يعرف بأن معظم القوى العاملة على الأرض في الجبهة الجنوبية لديها قوى مانحة بدون تسمية. لا أريد أن أسمي. نعم. طبعا هناك دول مانحة، وهذه الدول المانحة تأخذ بعين الاعتبار أمور كثيرة، منها بكل صراحة أتكلم معك الأوامر. أمن إسرائيل نعم مهم جدا لها، مهم جدا للدول الكبرى التي يعني تتعامل وتتكاتف مع هذه الدول المانحة، ولهذا السبب نجد بأن أصبحت الوضع كلعبة الشطرنج، تحرك فيتحرك، توقف فتتوقف. أنا ذكرت لكم في أحد تقاريركم السابقة عن معركة درعا كيف انطلقت وكيف انتهت. معركة الجبهة الجنوبية، من الجبهة الجنوبية هزم عندما سقطت دمشق، سقطت من الجبهة الجنوبية عندما انسحب الجيش العثماني، سقطت دمشق وخسرت الدولة العثمانية السورية. إذن لها أهمية استراتيجية خاصة. البعد من الحدود السورية يعني مع حدود المملكة الأردنية الهاشمية حتى القصر الجمهوري هي تقريبا 100 كيلومتر، فتحرير دمشق، تحرير العاصمة السورية، تحرير عاصمة الأمويين سيأتي من هذه الجبهة. ولكن هناك أمور كثيرة يعني يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار من قبل الدول المانحة، وهي أن هذه المحافظة السورية عانت الويلات قبل الثورة السورية. 40% من هذه القوات العسكرية كانت موجودة في محافظة درعا بحجة محاربة أو خط الدفاع الأول وخط الدفاع الثاني مع إسرائيل، وكانت وفي الواقع معظم القيادات العسكرية التي كانت يعني موجودة في محافظة درعا استغلت أهل درعا. وأعطيك مثلا تقريبا ما كان يحدث في اللواء 12 الموجود في مدينة إزرع، هذا اللواء كانت له يعني كان يتصرف كدويلة، يعني يقوم بضم الأراضي متى أشاء مثلا آمر هذا اللواء، ويقوم باستغلال واستخدام الذين يذهبون إلى الجندية العسكرية من أجل جمع الزيتون، زيتون المزارعين السوريين. ولم نشهد أي عملية تنمية في محافظة درعا طيلة فترة حكم يعني النظام السوري منذ عام 1970 حتى وضعنا الحالي. هي محافظة زراعية، معظم التنمية الموجودة فيها تعود إلى العمالة الموجودة في دول الخليج. هذا واقع يجب أن نأخذه بعين الاعتبار، ولهذا السبب انطلقت الثورة السورية من محافظة درعا. أما عن يعني كمان يعني طبيعة السكوت له علاقة بالخارطة السورية والعلاقات يعني بين الدول الإقليمية فيما يخص الملف السوري، وكذلك له علاقة بالسياسة الدولية. هناك آراء يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار، الآراء الروسية، الآراء الأمريكية وغير ذلك. ولكن في حال مثلا في حال النقطة الأخيرة وصلت الثورة إلى النقطة الأخيرة ستكون من محافظة درعا. الآن هناك قوة عسكرية على الأرض، إذا توحدت هذه القوة العسكرية تستطيع إسقاط دمشق بكل سهولة. أرادت روسيا أم لم ترد، أصبحت هذه قوة عسكرية جبارة ذات قوة، ولكن دائما بانتظار هذه الأوامر. إذن النفوذ الدولي، النفوذ الإقليمي يؤخذ بعين الاعتبار، بالإضافة إلى عامل إسرائيل، كلها عوامل مهمة أثرت على الوضع الحالي وأدت إلى السكون في الجبهة الجنوبية. ولكن دكتور يعني هنالك ثلاثة خطوط دفاعية، لنكون واقعيين من الناحية العسكرية. عندما يكون هنالك ثلاثة خطوط دفاعية عليها ست فرق، يعني تتكلم عن الفيلق الأول وثلثي الفيلق الثاني، الخط الأول نوى الشيخ مسكين إزرع، والثاني تل الحارة الصنمين المسمية، والثالث قطنة الزاكية الكسوة. ثوار يعني لديهم طاقات ولديهم قدرات، وخاصة أن السيطرة الجوية للنظام، كيف يستطيعون أن يساعدوا جبهة دمشق بهذا الوضع المعقد للغاية؟ دكتور هشام، يجب أن نأخذ بعين الاعتبار
نقطة مهمة جدا، لا يهم العدد في المعارك العسكرية ما دام معنويات جنود النظام منهارة جدا. كيف سيقاتل هؤلاء الجنود عندما يذهبوا إلى المعركة ويحملون صور على سبيل المثال الدكتاتور الذي ظلم وقتل ونهب وسرق وغير ذلك؟ بالمقابل هناك مقاتل ثوري يقاتل على الجبهة بدون أي مساعدة يعني تذكر، وهنا أقارن أين بين المساعدات التي تقدم للثوار السوريين والمساعدات التي تقدم للمرتزقة الذين يقاتلون بجانب النظام. لا توجد مقارنة، يعني هناك مثلا من نوعية السلاح، من حجم المال الذي يعني يسري اسمه أو يوزع إلى هؤلاء المرتزقة، مقارنة دائما بالثوار الحقيقيين الذين يحاربون من أجل سوريا حرة مستقلة ذات سيادة تتمتع بحرية وديمقراطية وعدالة وغير ذلك. إذا يعني نعم. هناك نقطة، كل هذا له عوامل، يعني لهذا السبب لم يستطع نظام بشار الأسد أن يقضي على الثورة السورية. لو فعلا يعني كما يقولون العملية لها علاقة بالتعداد العسكري والنوعية، لكنا مثلا قلنا استطاع بشار الأسد ولم تصل إلى هذه الثورة. بشار الأسد لم يستطيع حتى هذه اللحظة القضاء على الثورة السورية، وهناك صمود جبار للثوار السوريين إن كان في الجبهة الجنوبية أو في دمشق، رغم التفرق السياسي والعسكري وغير ذلك، ورغم يعني دكتور غياب عارف، دكتور الدعم عارف القوي. وصلت الفكرة. ننتقل إلى الدكتور بسام. دكتور بسام، إسرائيل ليست بعيدة عن هذا التدخل، هل هنالك تنسيق معها؟ إذا كانت إسرائيل تتدخل بأدنى التفاصيل، على سبيل المثال إسرائيل طلبت رسميا من أصدقاء سوريا بأن لا ينفصل القوس الدرزي، يجب أن يكون القوس الدرزي من السويداء بأريافها الأربعة حتى درعا التي لا يوجد فيها دروز، حتى مدينة البعث في القنيطرة، حتى الحظر، يجب أن يكون هنالك اتصال بين الدروز. إسرائيل إذن ليست بعيدة عن هذا التدخل، وفعلا هل هنالك تنسيق بين إسرائيل وبين روسيا؟ يعني اسمح لي تفضل لكي لا نضيع في التفاصيل، حاول توضيح الصورة. تفضل. أولا، قالت أمريكا صراحة ممنوع إسقاط النظام عسكريا. عندما ندرك هذه الحقيقة نستطيع أن نستغني عن التفاصيل. أمريكا لا تريد أبدا إسقاط النظام عسكريا، لأنها تعرف تماما من هو البديل، وهي لا ترضى بهذا البديل على الإطلاق. ولذلك يمكن تفسير كل ما يجري من خلال هذه النقطة. الأمر الآخر، منذ اليوم الأول قالوا أن الساحل خط أحمر، ونعرف تماما ما الذي جرى في كسب، ولماذا انسحب المجاهدون من كسب، أو لماذا اضطروا على الانسحاب. اللي بيقول بكل وضوح، أولا قادة الجبهة الجنوبية، ولا أريد أن أدافع عن أحد، ليسوا في الحج، هم أدوا أو سيؤدون هذه المناسك، ولكنهم في السعودية لأمر آخر يتعلق بالجبهة الجنوبية بعد التطورات الأخيرة التي حدثت. لا يريدون الغرب، أمريكا غرفة الملك لا تريد أبدا أي تقدم باتجاه دمشق، هي تعرف تماما أن هذا الأمر يعني ترك دمشق مفتوحة للقوات الموجودة في الغوطة، وبالتالي تريد منع الشر، أي منع فتح جبهتين في وقت واحد. لا يستطيع النظام مع وجود معارك في إدلب وفي الغاب أن يؤدي هذا الدور. ولذلك كان الطلب الروسي بالانكفاء والتجمع في دمشق دفاع عن دمشق. ما جرى في الجبهة الجنوبية هو أمر فظيع، ونملك كثير من التفصيلات. تم إعطاء الثوار إحداثيات خاطئة عن تجمعات قوات بشار، وتم إعطاء النظام معلومات وإحداثيات دقيقة عن مواقع الثوار خلال هذه المعارك، ولذلك خسرنا عددا كبيرا من الشهداء. أريد لهذه المعركة أن تكون فاشلة، هم يقولون الآن ما يلي، وأنا مسؤول عن هذا الكلام. نعم. يجب إبعاد جبهة النصرة وحرر الشام وأي فصيل إسلامي عن هذه المعارك، هذا أولا. الحرب يجب أن تكون موجهة الآن ضد تنظيم الدولة الإسلامية، وأيضا في مرحلة لاحقة ضد جبهة النصرة وأحرار الشام، وضد أي فصيل إسلامي على الإطلاق. هذه الحرب التي يراد لها أن تكون، ولذلك انقطع الدعم عن الجبهة الجنوبية، وهناك الآن عراك كبير يجري بين
خليني أقول على المكشوف، السعودية وبعض الدول الإقليمية وغير الإقليمية بخصوص هذه الجبهة. أما بالنسبة لجورين، وأريد أن أتوقف عند هذه المسألة، أنا أعتقد أن التوقف عند جورين كما علمت ومن خلال المعلومات التي تلقيتها هو أمر هام جدا. جورين قاعدة عسكرية أنشأها رفعت الأسد، هي تحتوي أنفاقا كبيرة تحت الأرض، هي مدينة حربية بكل معنى الكلمة، وبالتالي الحرب فيها ستكون مكلفة جدا للمجاهدين، ربما يستطيعون تحريرها ولكن الثمن سيكون دفع مئات الشهداء. ولذلك أعتقد أن القضاء على الدولة المفيدة التي تحدث عنها روسيا، وأعني توجه المجاهدين إلى حماة ومن ثم إلى حمص، هو أهم بمليون مرة. شبيحة بشار يتواجدون الآن في حمص وفي حماة، وتحرير هاتين المحافظتين يعني الانكفاء باتجاه الساحل، وفي الساحل لن يستطيع لا بشار ولا روسيا أن تفعل شيئا. أؤكد لك هذا الأمر، الديموغرافيا لن تسمح على الإطلاق. هناك جبل أكراد، هناك جبل تركمان، جبل تركمان يبعد عن مدينة اللاذقية 20 كيلومتر، وتركيا لن تسمح على الإطلاق باجتياح هذه المنطقة، يعني جبل تركمان. نعم. اللي بدي أقوله بكل وضوح الآن، نحن ندفع ثمن ارتباط الثورة السورية واعتمادها على الخارج منذ اليوم الأول. كان يمكن اتباع سياسات أخرى، ولكن يبدو أن الجميع وضعوا في هذه الورطة، والآن حتى الجناح السياسي أمس طلب من الائتلاف أن يعقد مؤتمرا صحفيا أن يصارح الشعب السوري ويقول له حرفيا انتهى الحل السياسي على الإطلاق مع الغزو الروسي، وأن يطلب إعلان التعبئة العامة، وأن يخاطب مجلس الأمن بأن بلدنا يتعرض لغزو روسي. ولكنهم بكل أسف بعد كل هذا الكلام أصدروا بيانا صحفيا هزيلا لا يغني عن أي شيء، وما زال هناك في الائتلاف من يقول بقبول مبادرة دمستورا، قالوا لهم أن الباص سيتحرك ومن لم يركب به سيبقى خارجا، ولكن هذا الباص سيقودهم إلى جهنم، لأن هذه الحلول هي حلول لضرب الثورة السورية. واليوم تم الإعلام بشكل صريح عن هذه الحلول من خلال تصريح السفير الروسي في بيروت. ما الذي قاله اليوم هو يختلف نهائيا حتى عن مبادرة دمستورا وعن مبادرة بوتين. قال أن مبادرة بوتين الجديدة التي ستطرح خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة ستنص على 3 بنود. البند الأول قيام جميع الأطراف يعني المعارضة والسلطة بالتوحد للحرب ضد الإرهاب. الأمر الثاني توحد القوى الإقليمية للحرب ضد الإرهاب، ويعنون تركيا والأردن تحديدا. والأمر الثالث قيام هذه الدول بمنع أي دعم عسكري أو مالي عن الفصائل المعارضة. هذا كلام يعني حرفيا بدء مرحلة جديدة. أما عن الدور الأمريكي فأعتقد أنه لا يحتاج إلى تفسير، هناك تنسيق واضح. الآن ستقوم طائرات التحالف والطيران الأمريكي بضرب تنظيم الدولة الإسلامية وجبهة النصرة وأحرار الشام، وستقوم روسيا بضرب بقية الفصائل الأخرى. هذا هو ما يجري الآن، ولذلك حتى اجتماع كيري أو تليفون كيري مع لافروف أمس تناول الأمور العسكرية، وكانوا يخشون وقوع أي تصادم بين الطيران الروسي والطيران الأمريكي. ولأول مرة منذ عام ونصف، منذ نيسان 2014، تجرى مكالمة هاتفية بين وزير الدفاع الروسي والأمريكي، يتم فيها بحث بين قوسين قضايا تكتيكية وعملية، أي التنسيق العسكري المباشر. لم يجري طرح موضوع الغزو الروسي أو حجم الدعم الروسي للنظام، بمعنى هناك اتفاق واضح ولا يحتاج إلى تفسير. وعلى الائتلاف الآن أن يعلن في مؤتمر صحفي حل نفسه، أن يقول للشعب السوري أنا عاجز عن فعل أي شيء، يرسل رسالة للغرب العالم كله تقول تركنا هذا الأمر للشعب السوري، هو من سيدافع عن نفسه فهي المعركة الكبرى. نعم.
ابقى معي دكتور بسام، ننتقل إلى دكتور أحمد الهواس. دكتور أحمد، لماذا تصمت الدول العربية على هذا التدخل وأنت سمعت الدكتور بسام بهذا الشرح الرائع؟ لأننا نعيش مرحلة الثورة المضادة أو خنق الثورة العربية. لا يوجد ثورات عربية، ثورة واحدة، وإنما انتقلت بين الأقطار المتشابهة في كل شيء، وكان لابد من إيقاف هذه الثورة ووضع سيناريو لكل ثورة بخنقها أو يعني بالتدخل خارجي أو بالأذرع المحلية في كل دولة، وهذا ما يحصل. الآن حين تنظر إلى سوريا، هنالك رغبة عربية أولا بخنق الثورة السورية وجعل السوريين عبرة لشعوبهم بأن لا يثوروا وأن يفضلوا الاستبداد والأمن على ما حصل ويحصل للشعب السوري. هذه حقيقة يجب أن لا نفر منها ولا نهرب منها. هنالك ربما حرص لبعض الدول على إسقاط النظام، ولكن ليس انتصار الثورة السورية. هناك خلافات بين النظام وبعض الأنظمة العربية لا ترقى إلى مستوى تحقيق أهداف الثورة السورية. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، هنالك البناء الإقليمي الذي ترعاه أمريكا والذي تعتبر فيه إسرائيل هي المحور، وبالتالي أي أذى يصل إلى إسرائيل لا يمكن أن تسمح به الدول الكبرى. يعني على سبيل المثال، حين نتحدث عن روسيا، روسيا الآن تنسق مع أمريكا 100%، والفيتو الروسي الصيني كان فيتو أمريكي برغبة إسرائيلية، هذه حقيقة. لكن الآن حين نتحدث عن تدخل عسكري روسي في المنطقة، يجب أن نعلم بأن سنوات انهيار الاتحاد السوفيتي أمنت أكثر من 2 مليون مهاجر روسي إلى إسرائيل، الآن يتحكمون بالقرار الصهيوني، والمافيا الإسرائيلية تعمل بشكل عالم في داخل موسكو. ولو عدنا إلى هرتزل في كتابه الدولة اليهودية التي لم يحدد أين تكون، هو حار بين فلسطين والأرجنتين وفضل الأرجنتين، لكنه ماذا قال في هذا الكتاب المهم؟ قال بأن العامل الديموغرافي لليهود سيكون من منشأين، روسيا ورومانيا، لأن هي المنشأ الحقيقي لهؤلاء. طبعا هذه هي الحقيقة، يعني اليهود يتحكمون في القرار السياسي والعسكري في إسرائيل وينسقون الآن بين موسكو وتل أبيب في خنق الثورة السورية، لأن الكتلة الأكبر بين قوسين السنية يجب أن لا تصل إلى الحكم، وهذا ما صرح به منذ البداية وزير الخارجية الروسي. الدول العربية تريد حلا للمسألة السورية لا تتأثر من خلاله المنطقة، أي نصف ثورة على نصف نظام، ومن ثم تغيير اتجاه الرأي العام من خلال صناعة ما يسمى بين قوسين الإرهاب أو تنظيم الدولة. هذا ما يحصل الآن، ومبادرة بوتين التي ربما تظهر في الساعات القادمة. يريد بوتين أن يلقي خطابه في مجلس في الجمعية العامة للأمم المتحدة بأنه يحقق نوعا من الانتصار ضد ما يسمى الإرهاب، لكن هناك عدة عوامل قد تلعب دورا عكسيا. يعني لا يمكن خنق الثورة السورية، لأن الثورة هي بالنتيجة سيرورة، هي مستمرة، والشعب السوري اتخذ هذا القرار رغم كل هذه الكوارث. هناك عدة عوامل قد تقلب الطاولة على الجميع. إذا ما يعني من الناحية السياسية، ربما أخي أستاذ بسام شرح شرحا وافيا يعني بأن الائتلاف الذي لم يحقق ما يصبو إليه الشعب السوري عليه أن يعلن عن حل نفسه بعد أن يعلن بأن الأمر لم يعد بيده، وعلى الشعب السوري أن يلجأ إلى التعبئة. صحيح، ولكن أيضا جامعة الأنظمة العربية وليست جامعة الدول العربية عليها أن تبادر إلى وضع سوريا بأنها الآن تحت احتلالين روسي إيراني، وبالتالي هنا يجب أن يتحرك العرب. هم لن يتحركوا طبعا، ولكن من ناحية سياسية نوع من الضغط. لا يوجد لدينا بين قوسين ممثلين سياسيين استطاعوا أن ينقلوا حالة الجيش الحر كما شرحنا سابقا إلى حالة المقاومة، ولا أن يشرح الوضع في للرأي العام الغربي بأن الموضوع ليس حربا مع الإرهاب كما يصفه النظام واستطاع ذلك، ولكن الآن يجب أن نركز على المرض وهو النظام وليس العرض ما أنتجه النظام واستطاع من خلاله أن يغير اتجاه الرأي العام. هذا المشهد المعقد الذي يحصل في سوريا يمكن من خلال توحد الفصائل، من خلال قيادة واحدة، عدم العودة إلى الممولين، الاعتماد على التمويل الذاتي، وهو لا ينقص ذلك. السوريون يملؤون العالم. نحن لدينا قبل الثورة السورية إحصاءات بأن أكثر من 40 مليون سوري في العالم. لماذا؟ لأن الهجرة السورية قديمة منذ القرن 19، والسوريون في كل مكان. يمكن أن نصنع يعني أمرا آخرا مختلفا عن المجلس الوطني والائتلاف الوطني الذي لم يكن أكثر من يعني لم يكن دوره أكثر من تمييع الثورة السورية. يعني دعنا نتكلم بصراحة، يعني لا تحوز على اعتراف سياسي وقانوني إذا أنت لا تمثل إلا نفسك.
هذا ما استطاعت أمريكا أن تفعله من خلال الاعتماد على المراهقين السياسيين. نحن لدينا مراهقة سياسية، نحن إلى الآن نتحدث بمعارضة، نحن لا يوجد لدينا معارضة. المعارضة تحتاج إلى نظام قائم حتى تعارضه، شرعي أو جاء بالدبابة. أنت الآن أمام عصابة، أمام ثورة، نحن حالة ثورة التي تقوم على هدم وبناء. انتقلت الثورة إلى مرحلة تحرير سوريا، يجب أن نقر بذلك، بأن سوريا تحت احتلالين إيراني وروسي، وهناك تدخلات دولية من كل مكان. إذا هناك ضياع للبوصلة السورية. كيف نجمع هذه الطاقات؟ يجب أن ننطلق من مشروع سوري سوري، لا ننتبه إلى أحد. كل الدول التي نخال أو نظن بأنها يمكن أن تقف معنا، لا يمكن أن تقف معنا لتحقيق أهدافنا كما نصبو إليها، وإنما ربما بعض المتغيرات التي تناسب بعض الأنظمة، لأنها تعلم تماما بأن سقوط نظام السوري، سقوط دمشق أو تحرير دمشق وانتصار الثورة السورية، يعني تماما ما قاله باتريك سيل، بأن مفتاح المنطقة وأهمية المنطقة تكمن في سوريا، ومن يسيطر على سوريا يسيطر على المنطقة. هذا يدركه طبعا الرؤساء والزعماء العرب الذين يعملون جادين ليل نهار على خنق الثورة السورية بكل ما أوتيوا من قوة. يعني ما تراه من منع السوري من الدخول، ما تراه ما يتعرض له السوري، هذه عقوبات يتعرض لها السوري حتى يرضى الناس بواقع النظام ويعاد إنتاج النظام. والآن إعادة إنتاج النظام تتم من خلال مرحلتين، إما نظام أقلوي كالذي كان يحكم سوريا، أو نظام أقليات تتساند هذه الأقليات أمام الكتلة الأكبر والكتلة الصلبة، وهذا ما يسعون إليه. ولذلك يسوقون ما يسمى الديمقراطية التوافقية، وما يسمى الحكم اللامركزي الموسع. هذه كلها تسميات تصب في خدمة الأقليات، لأن الأقليات بشكل عام لم تكن منسجمة مع الثورة، بل كانت ضد الثورة بطريقة أو أخرى. واستطاع النظام أن يعزف على هذا الوتر، واستطاع أيضا أن يجمع حوله هذه الأقليات التي تتساند بخنق الثورة أو بالأدق، حتى لا تصل الثورة ولا توصل الثورة الحكم السني الذي ربما يغير ليس وجه المنطقة فحسب، بل ربما يؤثر في العالم أجمع. يبقى معي دكتور أحمد. ننتقل إلى العقيد الركن هيثم إدريس. سيادة العقيد، قصف النظام السوري قبل أيام لمناطق تواجد داعش في الرقة، وبنفس الوقت نقول بأن النظام ينسق مع داعش، ما هي قراءتك؟ أولا، قصف النظام للرقة هو عبارة عن أمر نفذه، أمر روسي نفذه النظام مؤخرا. يجب أن يحفظ ما وجهه النظام أمام العالم وفي هذه اللعبة الجديدة، لعبة محاربة الإرهاب. ولافروف تحدث منذ فترة أنه نصح دول العالم كلها بأن سوريا تواجه إرهاب إسلامي في المنطقة، لذلك يجب علينا حشد كافة جهودنا وقوانا من أجل محاربة هذا الإرهاب بالتعاون والتنسيق مع النظام السوري. فيبدو أنه مؤخرا النظام المجرم رضخ للأوامر الروسية وخرج بطلعة بعدة طلعات فوق مدينة الرقة، وكان هناك حوالي 250 شهيد و600 جريح من أهلنا في مدينة الرقة الجريحة. نعم. أما عن موضوع التنسيق ما بين النظام وداعش، فهذا الموضوع هناك قد يكون هناك بعض التنسيق في أماكن ما في سوريا، ولاحظناها جميعا أن النظام في سيادة العقيد. هل التنسيق يعني سيادة العقيد، هل التنسيق يعني التنسيق عسكري؟ أنت رجل عسكري، التنسيق يعني وجود غرفة عمليات مشتركة وضباط ارتباط؟ هل يوجد ضباط ارتباط من داعش لدى النظام؟ لا أخي الكريم، عسكريا وخلال وخاصة أثناء الأزمات وأثناء المعارك لا داعي أبدا لوجود أي غرفة عمليات أو أي ضباط ارتباط. قد يكون التنسيق عن طريق طرف ثالث أو عن طريق عملاء مزدوجين، أو تنسيق مصالح في منطقة جغرافية ما، في مكان ما، في وقت ما. لذلك هذا القصف جاء العميل سيادة العقيد، العميل المزدوج سيتم كشف أمره حال التنسيق بين الطرفين على الفور. العميل، لم أقصد العميل المزدوج أنه يعمل لصالح طرف ولكن الطرف الآخر لا يعلم به بأنه نعم. يعمل لصالح الطرف. العميل المزدوج هو عبارة عن واسطة، ما أقصده هو واسطة ما بين الطرفين، ولكنه واسطة مستورة لا يعلمها إلا ناس محدودين من الطرفين. أكمل
أريد أن أعقب على كلام الدكتور بسام حول موضوع جبورين، وأنها نقطة استراتيجية ونقطة هامة ومسلحة بأنفاق وموجود فيها تجهيزات هندسية دفاعية قوية. هذا الموضوع أنا كقراءة عسكرية، وأنا مررت في المنطقة كلها، وتعلم أخي هشام كنت أنا من ضمن قوات جيش الفتح التي حررت إدلب وريف إدلب. منطقة جبورين صحيح هي نقطة استراتيجية، ولكن لا توجد فيها هذه التعزيزات الدفاعية إلا إن وجدت مؤخرا بناء على تحرير أو النتائج التي وصل إليها جيش الفتح عندما وصل إلى بوابة الساحل في السفوح الشرقية لجبال العلويين أو لجبال اللاذقية. قلنا منذ فترة طويلة أن الثورة السورية منذ بداية 2014، قلناها الثورة السورية الآن هي عبارة عن قلب وجناحين، القلب هو في حمص المنطقة الوسطى، والجناحين هما معركة الساحل ومعركة دمشق. يجب أن تترافق هذه المعارك الثلاثة مع بعضها تماما وتتناسق ضمن غرفة عمليات واحدة ليتم انهيار هذا النظام. وأعود وأؤكد كعسكري وكعامل على الأرض أحيانا كثيرة في سوريا مع الثوار، أن ضرب القرى العلوية النصيرية، وأرجو من الأخ بسام أن يسمعني جيدا، هم من يتواصلون مع أعضاء الائتلاف ومع الممولين ومعهم من هم بالخارج ومن مع من هم قادرين على اتخاذ القرار. ضرب القرى النصيرية الآن يا أستاذ بسام ويا أعضاء الائتلاف ويا أعضاء المجلس الوطني، وتدميرها فوق رؤوس ساكنيها، وضرب قرى الساحل تحديدا، هي الآن كفيلة بانهيار النظام وكفيلة بقلب الطاولة رأسا على عقب فوق رؤوس الروس والإيرانيين والنظام النصيري الطائفي المجرم. هذه المعركة يجب أن تبدأ مباشرة، ويجب أن تعزيز يجب تعزيز قوة التشكيلات الثورية في الساحل، وكل من يستطيع عمل أي شيء في هذا الموضوع ويقصر فسيحاسب، إن لم يكن أمام الثورة أمام الله سوف يحاسب في نهاية الحياة. الآن ضرب القرى النصيرية في سهل الغاب وفي اللاذقية وجبال اللاذقية وفي طرطوس وفي مدينة حمص هو قلب الطاولة على رأس هذا النظام ورأس من يدعمه من كافة قوى، سواء كانت دولية أو ميليشيات شيعية من كافة أصقاع العالم. الآن هذه المعركة يجب أن تبدأ، ويجب أن تكون معركة عصابات. المخطط كما تقولون أنتم هو مخطط كبير لتقسيم المنطقة، وهناك مصالح اقتصادية وسياسية دولية تلعب في الشعب السوري وتلعب على دماء الشعب السوري، والأنظمة العربية كلها مجرمة ولا تريد أبدا انتصار سيادة الثورة العقيد السورية كما سنست تحدثتم أنتم. سيادة العقيد لذلك أرجوك أخي هشام لو تفضل سمحت، تفضل. لذلك نرجوكم، أنتم تقولون أن الأنظمة العربية لا ترغب في انتصار الثورة السورية لأن انتصار هذه الثورة هو خطر يهدد وجودها. لذلك نرجوكم أن نعمل جميعا على هذا الموضوع. يجب أن يبقى ويصمد الثوار في داخل أراضي سوريا، يجب أن نعمل على تشكيل غرفة عمليات موحدة لكافة التشكيلات الثورية في سوريا، يجب على الائتلاف، وطلبنا منذ أكثر من سنة أن يقدم استقالته كاملة بكافة أعضائه واستقالة معلنة على كافة قنوات الإعلام. وإن لم يقدموا هذه الاستقالة عليهم الدخول إلى الأراضي المحررة، وهذا اقتراح ثاني. وإعلان سيادة العقيد، أنت هو زميلنا ممكن الدكتور بسام لا يملك، يعني لا يملك كل هذه لا لا الصلاحيات، ولكن استمع إلى أخي إجابة. هشام، تفضل أخي تفضل هشام تفضل يا ريت تعطيني دور تفضل بس دكتور. شوي. يعني أنا أتفهم تماما اللي عم يقوله سيادة العقيد، بس أنا بدي أذكره بأمرين. الأمر الأول، بعد تحرير إدلب وجسر الشغور قامت قيامة أمريكا ولم تقعد، وقالوا أن الشباب خربطوا الأوراق، بمعنى لم يكن المطلوب الوصول إلى حدود الساحل، إلى السلسلة الشرقية من الجبال الساحلية. هذا أولا. الأمر الآخر، أنا أتذكر جميع بالذي حدث في نيسان 2013 عندما جاء تنظيم الدولة واحتل أو حرر أو أي شيء، سيطر على 13 قرية علوية، وبدأ الهروب، هروب الضباط من دمشق باتجاه الساحل للدفاع عن أهاليهم. جاء المرتزقة بقيادة سليم إدريس وبتمويل غربي وبوافقة الائتلاف، وأجبروا تنظيم الدولة على الخروج من الساحل. لماذا لم يتركوا تنظيم الدولة ليقضي على
بشار وجماعة بشار في الساحل. أنا أقول هذا الكلام من ناحية التكتيكية والعسكرية. إذا كان هناك من دخل الساحل وهدد معقل بشار الأسد، فلماذا يحارب؟ ولماذا ترسل هذه القوات بقيادة سليم إدريس ليتم الانسحاب منها وليعيد بشار سيطرته عليها وليقتل أهلنا في جبل الأكراد وفي كل مكان؟ أنا أفهم تماما أهمية معركة الساحل، ولكن أعلم تماما أن أمريكا والعالم كله سيستنفر، وحتى جماعة الائتلاف كانوا بمعظمهم يلطمون يخشون سقوط الساحل أو تحرير الساحل وبكل أسف. ونعلم تماما أن مجرد دخول الشباب إلى الساحل سيعني تحرير دمشق، دكتور، لأن هؤلاء الضباط الذين يتمركزون في دمشق سيرعون إلى الدفاع عن أهلهم في القرى الساحلية، ولكن هذا ما جرى خلال تلك الفترة. ولذلك أقول الآن من الأهم، وأعرف تماما التوجه باتجاه حماة وحمص للقضاء على سوريا المفيدة التي يتحدثون عنها. أما بالنسبة لروسيا دكتور بس بسام فقط وإسرائيل، دكتور بسام أستبيحك عذر، نحن على رأس نشرة الساعة الآن إذا تكرمت. كل الشكر والتقدير للأستاذ الدكتور عارف عبيد والدكتور بسام جعارة والأستاذ الدكتور أحمد الهواس والعقيد الركن هيثم إدريس. كان معكم من الهندسة الإذاعية والإخراج الزميلة المهندسة سلام المساعدة والزميل مهند الكسوس. في نهاية الحلقة نشكر باسمكم ضيوفنا الأكارم ونشكر لكم حسن المتابعة، وإلى لقاء يجمعني بكم هذه أغلى أمنياتي. انتوا عم تسمعوا راديو أوريان. انتوا عم تسمعوا راديو أوريان.